مباشرة بعد الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ الصحية، خاضت العناصر الأمنية بالمنطقة الأمنية لمدينة برشيد مساء يوم الاثنين 20 أبريل حملات تمشيطية لمخالفي الحجر الصحي وحالة الطوارئ القصوى، حيث أسفرت هذه العملية على توقيف حافلة لنقل المستخدمين لم تحترم معايير الحمولة المسموح بها والمتمثلة في عدد الركاب الذي كان يفوق عدد المقاعد، مما أدى إلى اعتقال سائقها وإحالة الحافلة على محجز السيارات بالمدينة. ومن جهة أخرى وفي نفس السياق، تم اعتقال 16 شخص من مخالفي الحجر الصحي، وتم ضبطهم من طرف مختلف المصالح الأمنية بالعديد من أحياء المدينة. أحداث وكبتها عن كثب كاميرا جريدة أصوات بمدينة برشيد. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.